أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن تونس ستنجح في استضافة القمة العربية المقررة نهاية شهر مارس المقبل، قائلا إن كل الأطراف في تونس مجندة لهذه المهمة، وأضاف أن تونس ستكون عاصمة لكل الدول العربية، متمنيا أن يكون جميع التونسيين في مستوى هذا الحدث التاريخي. سيادة المستشار، عودة لحضرتك، كيف تقرأ هذه التصريحات حول القمة العربية والقضايا التي سوف تناقشها على الرغم من وجود صراعات في بعض الدول العربية؟ ليس لدي شك أن تونس ستنجح في تنظيم القمة وستبذل جهد كبير جدا. كل دولة عربية بتستضيف القمة العربية بتبذل كل الجهد لإنجاح هذه القمة من الناحية التنظيمية، وتونس لديها خبرة وهي دولة يعني منظمة جدا في هذا الأمر، ولكن الأمر ليس نجاح في التنظيم. إذا تكلمنا على النتائج، أنا شخصيا لا أتوقع الكثير من هذه القمة على صعيد القضايا الساخنة. القمة بتعقد هذا العام تحت شعار الإنسان العربي، أو يعني الإنسان العربي محور التنمية. بتتكلم عن التعاون العربي في مجال التنمية البشرية والتنمية من أجل الإنسان، في ملف كبير جدا اسمه الأمن الغذائي العربي، في ملف يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة في العالم العربي. هذه المحاور فقط، القمة قدامها 27 بند. هذه البنود فقط هي اللي ممكن ننتظر منها بعض الإجراءات، بعض التقدم. أما في القضايا الأخرى، قضايا الأمن والسلم في المنطقة، الأزمات الشائكة في سوريا وليبيا واليمن، لا أعتقد التدخلات الأجنبية في العالم العربي، الأمن القومي العربي، دور الإيراني اللي بيتوسع ويتوغل في العالم العربي، كل هذه القضايا لا أتوقع أنه يحصل فيها أي موقف عربي مؤثر أو جماعي. القضية الفلسطينية قضية مهمة جدا، لا أتوقع أبدا أن يكون هناك تغيير في موازين على الأرض بسبب موقف عربي قوي. البشائر غير المطمئنة كانت أمس على لسان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيروت، لما سألوه عن عودة سوريا للجامعة ألا أرى توافقا عربيا على عودة سوريا للجامعة العربية حتى الآن. والقضية ليست فقط عودة سوريا، لا، ليس هناك توافق عربي أصلا على موقف موحد من القضية السورية اللي كنا لسه بنتكلم عليها، اللي بتديرها قوى غير عربية رغم خطورة وأهمية سوريا كدولة مهمة للأمن القومي العربي.